الوجهة إلى جولد شاير. الحين إحنا رايحين على هالمكان الطيب ونشوف شنو راح نستلم الكوستات. أوه كنت ناسي أسوي الرول، الرول تساعدني إن أنا أوصل بشكل أسرع. بس قبل لا نوصل هناك خلنا ندش هني نشوف الفندرز. الفندر هو البائع، نكلم البائع ونقول له ما نبي هذا الشيء نبيعه. شلون تبيع؟ طق رايت كليك عليه. مثلا هذا سعره مثل ما احنا شايفين تحت هنا على اليمين، اثنين وكوبر. هذا اللون، اللون هذا مال الكوبر، هذا هم كوبر، هذا كله كوبر. الحين كل ما زاد ليفلك كل ما الاشياء صارت اغلى وصار سعرها فيها. حاليا مو مهتم حق الاشياء الموجوده، مو مهتم حق ولا شيء، وابي ابيعهم كلهم. وما اتوقع ان مو محتاج هذا ولا هذا ولا هذا، بس خلاص عشان يكون عندي سبيس بالجنطه اذا كان في شيء مهم اقدر اخش عندي. وهذا اللي عليه علامة البلاك سميث او الحداد، في عنده علامة هني ريبير، تصلح الايتمز مالتك، لان بعد فترة من استعمال الايتمز من غير تبديلهم شنو يصير؟ يتكسرون، فانت لازم تصلحهم وتدفع لهم على هالشيء. ولكن ما علينا من هذا الحين، كل شيء راح نشوفه بوقته. نكلم ويليام، ويليام باستل، شكرا عطني الكوست هذه، لفلت واعطاني ابيليتي جديدة. واو واو صار عندي ابيليتي جديدة، خلينا نشوف ايه. واعطاني كوست ايضا جديدة. اوكي شنو الكويست الحين؟ شنو الابيليتي الجديده؟ اسمها افيوز ا فاست اند افيشنت سبيل هيلينج ذا تارجت. هذه تهيل يا جماعه. واو شوف استعملها، فيها كاستنج تايم، قاعد تشوفون الخط هذا اللي قاعد يمشي وهيل نفسي 60. ممتاز ممتاز. طيب هذه الابيليتي يستعملونها في ال... واو في احد كاتب شيء تحت مال شغل فيه. نمشي كذي، نسوي كذي، نسوي كذي. طبعا اللعبة راح تلاقون فيها سب، اللعبة راح تلاقون فيها حب، اللعبة راح تلاقون فيها كل انواع الحوارات، لان فيها جميع انواع البشر. راح تلاقون فيها ناس تكتب معرب، راح تلاقون فيها ناس قاعد تكتب روسي، ما ادري، في اشياء وايد على حسب السيرفر اللي انت فيه، على حسب الناس اللي موجودة فيه. حاليا انا رايح الى الليك هذا، الليك هذا بركة يسمونه ولا شنو؟ بحيرة؟ والله ما ادري. المهم يبوني اذبح هذيل المورلكس. اذا انت تلعب هارثستون يعني تعرف هذا اللي يقول لك يضحك الصوت صح؟ سمعوه الحين. انت هي لحظة. اخوي ايش حق اطق؟ سمعوا سمعوا الصوت ها؟ يلا تعال. سمعتوه؟ بعد مرة. ينرفز، هذيل إذا تيمعوا عليك وايد يا ويلي راح توطي، راح توطي، راح توطي. ايش فيني ما أعرف أسولف؟ لا البدليات، البدليات كثرانة، كلها من التقويم، كلها من التقويم عادي سامحوني، ما علينا. توم ركبة ما صار لي وايد فتحملوني. زين الحين انا اكتشفت انه صار عندي ابيليتي جديده واللي هي اسمها افيوز، افيوز تخليك تهيل، ولكن لازم 30 انرجي، لازم يكون عندي 30 انرجي. خلينا نشوف، خلي ابي طقني، ابي طقني، خلينا نشوف كم راح يوصل اتش بي. طق طق طق. لو ملاحظين الاتش بي مالي بعد الكومبات بروحه يزيد صح؟ يزيد شوي شوي بروحه، فمو محتاج اني اهيل، ولكن قبل لا يخلص كاست الهيل ولا انا مفول، فحاليا باللو ليفل مو محتاجها. اوكي ها في احد هجم علي. كله مع الوقت، كله مع الوقت راح يصير. واتوقع خلاص يعني ما له داعي اقعد اشرح لكم وايد اشياء باللعبه، لان الامور قاعد تصير سمبل كومن، يعني الاشياء قاعد تتكرر. الكوستات خلاص اتوقع موضوعهم خالص، كل اللي عليك تسويه انه تسوي كوستين ثلاثه بالبدايه، بعدها راح تاخذ وتعطي معاهم. هذا منو هذا الشبي هذا؟ تعال تفضل حياك. اتوقع اني انا خلصت الكوست اصلا، خلصت جمعت اربعه، جمعت اربعه من ال... لا خلينا نحاش، خلينا نحاش. شنو كان يبي؟ هو ليف ولا ما ادري شنو؟ ورقه. اوكي في احد قاعد يطق ولا شنو في؟ وورلك قاعد يطقهم، هذا الوورلك لاعب طبعا. لو اقدر امسك اللاعب وين راح عشان اشرح لكم وين راح. خلاص كنت بشرح لكم شنو وضع المانا وشنو وضع اللي هو اللون الازرق هذا هني. ما علينا، والله الرول شيء قوي، الرول شيء قوي. نوصل اسرع ليفل 20 راح تلاقوني راكب حصان واتمشى فيه. طبعا انا عندي وايد انواع، هذا الكوليكشن مالي لو ملاحظين ماونتس، هذيل كلهم مالوتي، انا مجمعهم في الكلاسات الثانيه واللاعبين الثانيين يتواجدون عندك حتى لو سويت لاعب جديد. طبعا اذا انت اول مره تلعب لعبه ما راح يكونون عندك، راح يكون عندك حصان نفس هذا، وصلت عنده نفس هذا، مو من هنا تشتريه، اوريكم وين تشترونه بعدين. اما الحين خلينا نروح نسلم الكويست، ان شاء الله نلفل قريب علشان ابي ابيليتيات يدد. متحمس متحمس، وابي اوصل ليفل 10 علشان اوريكم الاشياء اللي اقوى من كذي. ماشي في ان كويست، قاعد يقول لي في كويست هني بس وين؟ ردت هناك هناك، انا سحبت عليه، كان هو قاعد يسولف، قاعد يقول لي ذس شودنت تيك تو لونج، يعني قاعد يقول لي انه في شيء هو كان قاعد يسوي، قاعد يصنع شيء، انا سحبت عليه ومشيت.
اوكي خلصت الكويست الحين انا سلمتها مره ثانيه. وين لازم اروح؟ تحت. اوه يحبوني يزحفوني يعني لين متى انا بمشي تحت؟ يلا رايح راد يعني ودوني هناك وخلني قاعد هناك. من الاشياء اللي تنرفز باللعبه بس يلا ما عليه. اخ والله مهما كان مهما صار اللعبه مو لعبه هذا شيء خيالي. واو عجيبه من ناحيه التلفل من ناحيه اللعب. صدقنا مرات نوخر عنها بس لازم نرجع مع الوقت لازم نرجع. يعني اهم في شيء ثاني ابيكم تعرفونه انه خلينا نوخر على هذي. حتى لو انت الحين قاعد تلفل من 1 ل 110 بس تلفل عبالك انه خلص اذا انت وصلت حق الماكس ليفل بتخلص اللعبه. لا 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 بتبلش اللعبه الحين. اللعبه الحين تبلش لان التلفل او الليفلنج ترى سالفه ثانيه. وبس تكون 110 سالفه شيء ثاني شيء كبير. بتبلش بشيء اسمه ريد بتبلش باشياء ثانيه كوستات وغيره وورد كويست في وايد اشياء قويه بس تفتح لك في الماكس ليفل. يعني لا يكون عبالك انه خلاص اذا انت وصلت حق الماكس ليفل اللعبه بتخلص. لا اللعبه اصلا ما تخلص كلش. هذا حق الناس اللي عندهم تساؤلات يعني. ويا جماعه على ما نروح خلصت بس خلاص الحين لازم اروح الاماكن الابعد منها. يا ساتر خلنا نسولف على ما نوصل. يا جماعه والله جد ابي اطلب منكم طلب. اذا انتم حاليا في الوقت هذا الحين قاعد تسمعني ومستانس على اللي انا قاعد اسويه ان الووك ثرو هذا كامل من غير تقطع من غير ولا شيء. قاعد اعلم ناس وايد على اللعبه من البدايه للنهايه ان شاء الله ما راح اوقف. لو انتم كنتوا معاي للنهايه انا موجود ان شاء الله. بس ابي ادعمكم. ابي اتمنى وهذا هو الطلب ان تنشرون الفيديو هذا المقطع هذا او تاخذون الجزء الاول وتعطونه حق الناس اللي للحين ما شافوه. يمكن يحبون اللعبه يمكن يلعبونها يمكن يستفيدون منها او يمكن ما يشترونها بس انه يمكن يستمتعون بس بمجرد مشاهده الفيديو هذا. الرحله هذه انا بعتبرها رحله مونك. طبعا المونك ما ادري لو شرحت ولا لا نقدر نقول شنو جاكي تشان حرفيا بروسلي. لانه حتى لو مسك اسلحه راح يطق بايده بالنهايه غير الوارير يمسك سيفين كبار. يعني الوارير ترى انصح فيه كلاس وايد قوي ولكن اللي اكثر شيء انصح فيه والمين كلاس واللي احبه وايد هنتر. الهنتر اللي هو دائما مو بروحه يمسك اول شيء مسدس او سهم بو اقصد. وغير هذا يكون معاك بيت. شنو البيت؟ شفت الولف هذا؟ يعني اي بيست موجود باللعبه تقدر تسوي له تيم يعني تصيده تخليه يحبك ويلحقك طول الوقت ما يروح ويساعدك بكل اللعبه ما يختفي. وتقدر تصيد اكثر من واحد. تقدر تصيد ذيب اسد خنزير اللي في بالك. عشان كذي اسمه هنتر صياد. الكلاس وايد سهل وانصح اي احد يبلش اللعبه يلعب بالهنتر لانه وايد سهل. يمكن انت ما تبذل مجهود وايد عرفت لانه اكثر شيء اللي راح يتعب واللي راح يشتغل البيت مالك والحيوان اللي انت راح تصيده راح يسوي لك كل الشغل وانت ورا راح تكون بالمسدس او غيره راح ترميه. شيء وايد قوي الامانه جد انصح فيه. مو بس انه سهل حتى في متعه وانت تلعب حيل متعه. ملاحظين ان انا قاعد اسحب على الموبس هذيل كلهم. وصلت الى المكان المطلوب. قبل لا ادش لازم اهيل مثل ما انتم شايفين الاتش بي مالي وايد لو. هذا لاحقني اوكي راح. رقم 4 خلينا نجربها. بوم يهيل. حلو التهيل. فولنا الحين اتوقع لازم ادش داخل هذا المنجم يسمونه والله ما ادري اسمه جولد ماين. خلينا ندش داخل الجولد ماين. يقول لك سكاوت ثرو ذا جاسبل رود ماين يعني بس يبيني ادش داخل. انا على حسب ما فهمت الحين بس يبيني ادش داخل. راح ادرعم كذي راح ادرعم بعد مره. ميشن كومبليت خلصتها. الحين بطلع برا من غير لا اجيسهم ما ابي اطقهم. فتش عني يلا فتش فارج يلا رول بعد شوي راح تخلص طلعت. طبعا اذا اعطيتهم ظهرك يحوشك الدايز. شنو الدايز؟ او يو بي دايزد مثل انه يبطئونك. والله الحين بس كان يبيني ادش استكشف الجولد ماين هذا وارد له للجولد شير. والله طبعا انا ما راح اروح هناك راح اروح عند الكوست اللي هنا على اليمين اسمه فردر كونسيرنز هني. خلينا نروح نشوف.
بعدها شنو راح اسوي؟ ما راح امشي لجولد شاير، لا راح استعمل الهيرث ستون اللي موجوده، راح تتوفر لي بعد 7 مينتس 7 دقائق و راح تكون شغاله. فبالشكل هذا راح اوفر وقت، راح اخلص الكوست الموجوده هنا وبعدها اسوي هيرث ستون وارجع للجولد شاير علشان اسلم الكوست الاولى. اوكي حلو. ومثل ما احنا يا جماعه بيكم تركزون في علامه زرقاء هنا، العلامه الزرقاء وعليها شيء صوره جوتي وانتم كرامه، وايضا وينج او جناح. هذا شنو يعني؟ يعني فلايت باث. الفلايت باث هذا التاكسي اللي قلت لكم عنه يا حبيبي، وخروا عني خلاص، فارجوا فارجوا، لا تذبحوني لا تفشلوني قدام. زين وصلنا وصلنا خير. الحين قبل لا اسوي هارت ستون لازم اروح هناك عشان اتعرف على التاكسي. فبالشكل هذا اذا انا رحت حق التاكسي هذا اقدر اقول له يطيرني هني، فما راح احتاج ان استعمل الهارت ستون. بس خلنا نفرض انا رحت هني وقال لي روح هني كوست جديد، شنو اسوي؟ انا بالجولد شير اكلم تاكسي ويوديني هني اسرع. ركزوا عليه، لونه ازرق، بس بما ان المكان انا مو مكتشفه، شوفوا شلون صاير، مو لونه اخضر، صاير شيء على بني، يعني انا مو مكتشف المكان، بس اكتشف المكان يفتح بالخريطه. خلينا نشوف الحين انا وصلت عند الاخ اللطيف هذا. اوكي هذا الجارد الحارس، سلمت الكوست واستلمت ايضا كوست جديده. او لا ايش سويت انا؟ خلينا نوخر، سويت زوم بالغلط. اوكي اعطاني كوست، وفي هني الطوفه باونتي، يقول لك هذه وانتد. الوانتد يعني في احد مطلوب، المطلوب هذا دائما يقول لك يكون صعب انك تذبحه، فيبي لك صديق. بس هذا كان هم ايام اول والحين راح. اوكي شوفوا يا جماعه صار في كومه كوستات هني يمين يسار، فانا بخلصهم بعدين راح ارجع حق جولد شير. بس قبل هذا كله ابي اوصل هني وشوف شنو يبون هني. عشان نشوف شنو يبون. هذه شنو يبون؟ اخذ راس واحد، يبون اذبح واحد اقص راسه. خلينا نروح نشوف منو هذا اللي يبوني اقص راسه. هذا حرامي شكله، ولا مسوي شيء، مسوي مصيبه بالمدينه بالقريه، فيستاهل. انا الحين ابحث عن العداله ورايح ابوطه وبطكه. اسمه جيمس كلارك. كلارك هذا مو اسم سوبرمان. نطقه طقتين هني، حياك حياك كلارك حياك. هذه الثالثه ونطقه رقم اثنين. اوه كريت كريت كريت، كرت عليه. كريت شنو يعني؟ يعني الدمج مالك ما يكون عادي، يكون اقوى من العادي. خلصته واعطاني كويست هني. لو ملاحظين في شيء غريب، يقول لك كليك تو فيو ذا كويست، اضغط هني عشان بس تضغط عليها يعطيك كويست. ف صار عندي لا جد كوستات وايد. بحاول اخلص كل الاشياء الموجوده هني وامشي، علشان شنو؟ الخريطه هذه تصير فاضيه من او مثل ما بلشت فيها ابي انتهي فيها. الحين وصلت حق التاكسي، لو ملاحظين الطيور هني، وايضا بالميني ماب بالخريطه الصغيره في شيء اخضر. هذا هو الشيء الاخضر، هذا هو التاكسي. بس مجرد ما اكلمه يقول لك نيو فلايت لوكيشن ديسكفرد، مكان طيران جديد كشفته. طبعا بس كان عندي ستورموند وجولد شاير، الحين صار عندي مكان اسمه ايست فيل لوجينج كامب الون. والله المكان الاسم وايد طويل، معلش. المهم ها هذه سلمناها، واحتمال الفل، احتمال الفل، راح الفل، راح لفلت، لفلت، صار ليفلي 9 يا جماعه، ياي. واستلمت وايد كوستات، وايد وايد امور. اوكي لا انا ايش سويت؟ اوكي وايد كوستات. ما احب يوم يكون في زحمه، ولكن حلو وقت الزحمه شنو؟ ان تسوي كل هالكوستات بعدها تسلمهم بنفس الوقت هني، خلاص تحس ان فيها ليفلين قدام ثلاثه، شيء وايد قوي. اوكي الكوست هذه يقول لك يلمع خشب، فشوفوا الشايني تحس الخشب يلمع، فيقول لك تعال اخذني. حق الناس اللي يعني راح تضيع وما راح تقرا، لا راح تعرف لانه شكلهم مبين شيء يلمع، وبنفس الوقت حتى اللي يبون يذبحهم يشبون ليت من تحت. فهذا اسمه برولر ذيب، يبيني اذبحه. اسمه برولر، تفضل. مات والله. يمكن يمكن ما ادري، يمكن راح اتعلم شيء اللي هو اسمه سكننج خلال الرحله هذه، لانه يعني ليش لا؟ خليني يجمع سكن وانا الفل عشان يجمع فلوس وابيعهم بالاكشن هاوس. ف نحتاجه نحتاجه حق بعدين. ماشي هذا خشب، يجمعنا ثلاثة بقى، كمية قليلة. خلينا نذبح هذيلي، خلينا نجمعهم مع بعض. أنا بخاطري يعني أبيلتي جديد أي أو إي اللي هو أذبح أكثر من شخص بنفس الوقت. المفروض المونك عنده، كل اللاعبين عندهم، كل الكلاسات عندهم. الهنتر مثلا عنده شيء اسمه مالتي شوت، يجمعهم ثلاثتهم ويطق وايد. الوارير وير ويلد اتوقع او شيء كذا يدور، او بليد ستورم ما ادري الحين موجوده ولا لا. في 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 وايد، في وايد ابيلتيات. الروغ عنده شيء اسمه فان اوف نايفز، يدور بمكانه ويطشر سكاكين نايفز.
يلا هذه الخامسة بقى كم واحدة هني؟ سنتين. اها هذه واحدة هني من خشة، لازم ندور بكل مكان. لازم ندور بكل مكان. يلا بقى الحين بقى ثنتين، ايش فيني؟ انا قلت لكم ساقط برياضيات بس ما حد يسمع. هذه واحدة هني وواحدة هناك، واحدة هناك. واخر واحدة، اخر واحدة، اخر واحدة. ياي. اتوقع بقى الولفز هذيلي. هذا رقم 6. تفضل موت موت. بقى بعد اثنين، بقى بعد اثنين. تعال تعال، ابيك ابيك بسافة. بقى واحد، بقى واحد، بقى واحد، بقى واحد. احا ها بعد في كوستات ورا، يعني لازم الف وهي كذي.